ترأست سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة الاجتماع الثاني للجنة اختيار الفائزين لجائزة خليفة بن سلمان الخليفة للطبيب البحريني، والذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي وبحضور أعضاء لجنة اختيار الفائزين. تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج التقييم الأولية للترشيحات والآلية المتبعة لاختيار المترشحين الذين تقدموا لنيل الجائزة بفئتيها. الفئة الأولى والتي ستمنح لعدد 3 من الأطباء البحرينيين الذين أعدوا أبحاثا علمية علاجية وسريرية وطبية، والفئة الثانية للذين حققوا إنجازات متميزة في مجال اختصاصهم الطبي تتسم بالإبداع والابتكار والعطاء. وأثنى أعضاء اللجنة على الآلية المتبعة في التقييم التي تكللت بالنجاح واتسمت بالسلاسة، معربين عن تشرفهم بعضوية لجنة اختيار الفائزين بالجائزة والتي تمثل مبادرة مهمة تعكس جهود مملكة البحرين واهتمامها بتطوير القطاع الصحي وتحفيز وتشجيع العاملين فيه على التقدم والإبداع، مؤكدين أن الجائزة سيكون لها مردود إيجابي للنهوض بالقطاع الصحي على مستوى البحرين والمنطقة.